اهلا بيكم في كايرو جاردن، في اروع فيديو كايرو جاردن عملته عن الزهور. ودي زيارتي لمعرض زهور في تشيلسي اسمه تشيلسي فلاور شو، وكنت قلت لكم عنه. اتفرج على الفيديو للاخر عشان تشوف كل الزهور الرائعه اللي انا شفتها في المعرض ده. لو انت اول مره تتفرج على فيديوهات كايرو جاردن اشترك علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديده. رائع 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 فوق ما تتخيلوا. الزهور اللي انتم شايفينها دلوقتي اسمها فوكس جلوفز. طبعا في المعرض ده كل عارض بيعرض احسن الزهور اللي موجوده عنده وبياخد جوائز. دي الهايسنس، فاكرين اللي انا وريتها لكم قبل كده ازاي نزرعها في الميه. هنا بص العرض بتاعها، طبعا مش عايز اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي. وطبعا شايفين الناس اللي بتعرض في المعرض ده، دول من اكبر عارضي الزهور في العالم، فطبعا عندهم خبرة رائعة وبيحطوا احسن جودة لاحسن زهور. وشفت طبعا زهور من اللي انا بعشقها زي الاليمز اللي انتوا شايفينها دلوقتي في الصورة. بصوا شكلها عامل ازاي، رائعة رائعة رائعة. دي عبارة عن زهرة، طبعا كتير جدا من الزهور الصغيرة بيبقوا شكل كورة. بصوا المنظر واحجامها باشكالها كلها. انا طبعا صورت الزهور دي، بصوا هنا حتى هوري لكم الطول، هي بتبقى طويله كده ومطلعه زي كوره. لو انت اول مره تتفرج على الزهور دي اكتب لي في التعليق افضل زهره بالنسبه لك ايه. انا حاولت اصور لكم كل الزهور اللي كانت فعلا فعلا رائعه وعجبتني. دي اسمها الاليوم، من الزهور الرائعه، مش متوفره كتيره في الوطن العربي. بس بصوا الطول، انا حتى جبت حد اهو عشان تشوفوا طول الكتف واصل لغايه فين، واصل لكتفي. ودي كلها انواع من الاليمز. انا فعلا زارع الاليمز عندي هنا في يعني في الجنينه بتاعتنا، بس عمرها طبعا ما بتوصل بالجمال ده لان دول ناس محترفه. بس بصوا الاشكال والانواع بتاعتها عامله ازاي، وبصوا الطول كمان بتاع الورده نفسها عامل ازاي. دي بصراحه الورده المفضله بالنسبه لي. اكتب لي في التعليق ايه الورده المفضله بالنسبه لك من اللي عرضتهم في الفيديو. بصوا هنا برضو في منها الابيض، بس هي معظم المتوفر منها هو الموف. وطبعا كانوا عاملين اشكال رائعة بيها ممتازة. في حد كان طلب مني اصور الصبارات. بصوا يا جماعة الصبارات، الناس بس عشان مش عارفة ان في صبارات معظمها بيطلع ورد. بصوا هنا انواع الصبارات باشكالها وازاي مطلعة ورد. كل الزهور دي رائعة والوان مختلفة، علشان بس الناس اللي بتقول ان زهور الصبار مش بتطلع او بيبقى شكلها مش حلو، لا اهي زي ما انتم شايفين. بصوا المنظر، كل دي صبارات. ده واحد من اكبر العارضين الصبارات برضو في انجلترا وفي العالم، يعني نقدر نقول في العالم برضو. بص المنظر وبص الزهور طالعة ازاي من الصبار. بصراحة انا ده بالنسبة لي كان تجربة رائعة جدا جدا جدا، ومن احسن الاماكن اللي روحتها للزهور، ومن احسن العروض يعني اللي هو تشيلسي فلاور شو. هحط لكم اللينك برضو عشان تعرفوا اكتر عن المهرجان ده او العرض ده في الوصف، في الديسكريبشن. بص الصبارات هنا شكلها عامل ازاي، حتى بصوا اللي في الاخر دي نازلة من الشالية، يعني ممكن يبقى زي شالية نازل منها بتغطي الشالية كلها. ودي الجراسز او النجيلة باشكالها، انا بحب النجيلة جدا جدا. بس طبعا الاشكال اللي انا شفتها هنا الطويلة جدا جدا دي كانت مبهرة بالنسبة لي. وفاكرين انا عملت فيديو قبل كده عن النباتات المتوحشة اللي هي بتاكل الحشرات، زي ما انتم شايفين اهي. بصوا هنا ده العارض ده كان عنده كل انواع النباتات اللي بتاكل الحشرات. ده شايفين النقط الصغيرة اللي عاملة زي نقط المية دي بتمسك الدبان او الحشرات وبتمتصها. ودي نفس الكلام، ودي بيغطس جواها الحشرات جوا الانبوبه دي. دول كانوا افضل الزهور اللي عجبتني. طبعا في لسه هعمل لكم فيديو تاني عن الجناين، لان هما بيعملوا زي جناين صغيره كده وبياخدوا جوائز برضو عليها. كل العروض دي بتاخد جوائز على احسن عرض. اتمنى يكون الفيديو ده اتفرجتوا فيه على زهور جديده وجميله من معرض تشيلسي اللي بيبقى موجود في انجلترا. اتمنى ان انا اكون قدمت لكم فيديو حلو. اكتب لي في التعليق احسن ورده عجبتك ايه. ودي اروع ورده كانت موجوده في المهرجان واسمها اللوبينز. اللوبينز بصوا المنظر، من اروع الزهور اللي موجوده في العالم، من اروعها بالنسبه لي كمان. انا بحس ان هي ممتازه جدا 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 بسبب طولها العالي جدا وكلها ورد. اكتب لي احسن ورده ايه عجبتك في الفيديو. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وتكونوا اتفرجتوا على حاجات جديده. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان تفرجوا لكل اصحابك ونشجعهم ان هم يزرعوا ويحبوا الزهور ويحبوا الحاجات الطبيعيه.
شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن، مع السلامة.